بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق نبي الهادي الامير محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. يسركم اطار النجاره التعليميه ان تستكمل مع حضراتكم سلسله شروحاتها المتميزه. اليوم بنتعاون مع حضراتكم في شرح امتحان كامبريدج لنظم المعلومات انفورميشن تكنولوجي باللغه الانجليزيه لاول مره في جميع المواقع والمنتديات والقنوات الموجوده على اليوتيوب. الامتحان ده هنحله مع بعض، الاسئله هتكون باللغه الانجليزيه وهنبدا نتعامل مع واجهه البرنامج باللغه الانجليزيه، وده بيعادل ما يقابله في الاي سي دي ال فيرجن 5، وده بناء على طلبات الزملاء والاصدقاء اللي بعتوا لنا اكثر من رساله واستفسار وطلبوا مننا بالحاح ان احنا نقوم بشرح التدريب على حل امتحان كامبريدج باللغه الانجليزيه. ياريت دائما اوعدوا تتابعونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarinagar، او مدونه قناه طارق النجار التعليميه mrtarinagar1.blogspot.com، او متابعتكم على طارق www.forums.com/forum.phb. تعالوا هنا ننتقل الى الجزء العملي. بدايه هنقوم بتشغيل الاختصار او من قيمه تبدا زي ما احنا تعودنا. هنضغط كليك يمين سواء كان الاختصار او من قيمه تبدا، نضغط عليه ثم تظهر قائمة مختصرة بالباب منيو، هنختار منها Run as Administrator يعني قوم بالتشغيل كمسؤول أو كمدير، ثم هنوافق. طالما احنا على ويندوز 7 هنوافق على هذه الرسالة. بعد ذلك يتم تحميل البرنامج، بنقفل هذه النافذة ثم بنكتب الاسم اللي احنا عايزينه في اسم المتدرب أو المترشح، أو تكتب ديمو أو تكتب عربي أو إنجليزي مش مشكلة سيان، لكن بالنسبة للباسورد لازم تكتب كلمة ديمو كابيتال أو سمول دي إي إم أو، ثم بعد ذلك نضغط على لوج أون اللي هي تسجيل دخول. هنلاحظ إن هوت أدي تاج كامبريدج إكزامز 2010 ديمو، ودي أحدث نسخة وآخر نسخة لحد تاريخه. البرنامج بتاعنا اللي احنا اللي هي دبلومة كامبريدج لتقنية المعلومات أو مهارة المعلومات انترناشونال دبلومة إن أي تي سكيلز. الامتحان اليوم هو انفورميشن تكنولوجي فاونديشن، بعد ما نحدده تظهر الرمز الخاص بيه اللي مدة الامتحان اكزامز ديوريشن 20 مينتس، يعني مطلوب منك انك تحله خلال 20 دقيقة. هضغط على ستارت اكزام لبداية الامتحان قبل الشهور يس. ننتظر ان يتم تحميل البرنامج. عندنا 20 سؤال مطلوب منك انك تحلهم في 20 دقيقة. ادي اسم المتدرب او المترشح، وبعدين ادي الوقت. السؤال الاولاني ادي مجموعة من الاسئلة في اختيارات A B و C، ودي لما تختار اي اختيار منهم تضغط على سيف انسر ثم نيكست كويتشر وهكذا الى ان تصل الى سؤال رقم 20. السؤال اللي انت هتجاوبه هيبان عندك باللون الاخضر بدل اللون الاصفر. طيب والسؤال اللي انت عايز تاجله تعمل له سيف فلاج بحيث انك تاجله وترجع له مره ثانيه. نبدا نحل السؤال الاولاني. السؤال الاولاني بيقول ايه؟ ذا بيسس اوف اكوايرمنت ذات ميك اب كمبيوتر سيستم ار كولد، يعني القطع اللي بيتم تركيبها على جهاز الكمبيوتر وعلى نظام الكمبيوتر بتسمى ايه؟ بالتاكيد طالما انت بتتكلم على قطع يبقى المقصود بها الهاردوير، يبقى هختار هاردوير اللي هي بي ثم سيف انسر ثم نيكست كويتشن. هنلاحظ انها بقت باللون الاخضر اهو. انتقلنا الى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول لك ويتش اوف ذا فيلوين ستورج ديفايسز از ذا موست ابروبريت تو باك اب 3 جيجا بايت هارد ديسك. عايزين نعرف اي من وحدات التخزين التاليه بيكون الاكثر مناسبه لعمل نسخه مساحتها 3 جيجا. هل الزيب ديسك المضغوط؟ المضغوط ممكن يصل الى 500 ميجا مثلا او 250 ميجا مش 3 جيجا. الفلابي ديسك مساحته صغيره جدا 1.4 مثلا و 40%، السيدروم في حدود 700 او 800 او 900 ميجا. احنا عايزين 3 جيجا، يبقى الاختيار الصحيح هو الداب كارج اهو، ثم اضغط على سيف انسر ثم نيكست كويتشن. السؤال الثالث نتورك اوف كمبيوترز اللي هي شبكه من الحواسب which are geographically removed from which other in the known as. طب ايه هي اللي عباره عن اتصال مجموعه من اجهزه الكمبيوتر على مسافات جغرافيه متباعده؟ متباعده يا اما عندك لان يا اما وان. لان يبقى داخل شقه او داخل عماره او مساحه صغيره جدا، دي اللان اللي هي شبكه محليه. فالاجابه الصحيحه هي دي اللي هي الوان اللي هي الشبكه الواسعه اللي بتكون على بين قرى او بين مدن. ثم اضغط على سيف انسر ثم اقول له نيكست كوتشر. السؤال الرابع سيرش انجن اللي هو محرك البحث ذا بيست ناون فور يكون افضل بالنسبه لايه؟ يا ترى هيكون افضل بالنسبه للبحث داخل الوورد ولا البحث داخل قاعده البيانات ولا البحث في المواقع والمصادر؟ الاجابه الصحيحه على طول ما اكملش بقى الرايه بقى، يبقى اللي هو اللي هي سي لوكيتنج ريسورس اون ذا انترنت، دي الاجابه الصحيحه اللي هي سي. ثم اضغط على سيف انسر ثم نيكست كوتشر. السؤال الخامس الاي اس بي، الاي اس بي اللي هو ممد خدمه الانترنت، انترنت سيرفيس بروفايدر.
بروفايل يو وذا فيلو اند هيدينا ده في السؤال الخامس. في الحقيقه هو بيدينا باليوزر نيم والباسورد، يبقى ده وظيفه ممد خدمه الانترنت بيديك اليوزر نيم والباسورد ثم اضغط على سيف انسر ثم نيكست فوتشر. كده خمس اسئله تعلموا بدون لغه. السؤال السادس سكرابلنج داتا سو ذات اونلي ان اوثرايزد يوزر هاز اكسس از نون از. العمليه الحمايه ديت اللي بتتم عن طريق الترخيص دي بتطلع ايه ولا تسمى ايه؟ في الحقيقه انها تسمى انكريبشن اللي هي التشفير اللي هي دي سيف انسر وبعدين نيكست كويتشن. السؤال السابع ذا لوكيشن اوف انفورميشن اوف اون ذا انترنت كان بي اوبتيند باي يوزنج. عمليه الحصول على المعلومات من خلال الانترنت دي بتسمى ايه او بتتم من خلال ايه؟ بتتم من خلال اللي هو السيرش انجن اللي هو محرك البحث بي سيف انسر ثم نيكست كويتشن. السؤال الثامن هو داز كمبيوتر يوز كوميونيتي. عايزين نعرف ما هي الوحده اللي تستخدم في الكمبيوتر اوفر ذا تيفون سيستم ونظام الكمبيوترات وملامل الكمبيوتر. افضل اختيار هنا او الاختيار الصحيح هو بي اللي هو المودم. هختار سيف انسر ثم نيكست كويتشن. سؤال رقم 9 وات از اي اس بي. ما هو الانترنت سيرفيس بروفايدر؟ ما هو ممد خدمه الانترنت؟ ده السؤال رقم 9. ممد خدمه الانترنت اللي هو من خلال يقدر ان يوصلنا على اتصال بشبكه الانترنت. يبقى الاجابه الصحيحه لينك تو انترنت اندفيدوال كاستمرز. اقول له سيف انسر ثم نيكست كويتشن. سؤال رقم 10 وات از ذا مين ادفانتج. ما هي الميزه الرئيسيه بوستنج ليتر رادر ذان يوزنج الكترونيك ميل. الميزه الرئيسيه اللي بيتميز بيها البريد الالكتروني هي ان بيكون متاح لعدد غير محدود من المستخدمين. الاجابه الصحيحه available to an unlimited number of users. اضغط على سيف انسر ثم نيكست كويتشن. السؤال رقم 11 which of the following best describe teleworking. ما هو افضل وصف لشبكه التليفونات. في السؤال رقم 11 الاجابه الصحيحه اللي هو العمل من خلال المنزل working at home use electronic communication. اضغط على سيف انسر ثم نيكست كويتشن. سؤال رقم 12 بروسينج مينز المعالجه بتاعنا. لما نقرا الاربعه ونفهمهم واحنا مذاكرين كويس الاختيار الصحيح هو رقم ايه اللي هو عباره عن الحصول والافصاح عن المعلومات اللي هو الليتنينج هولدنج اند ديسكلوزنج انفورميشن. يبقى دي الاجابه الصحيحه اللي هي ايه في الاجابه في السؤال رقم 12. اقول له سيف انسر ثم نيكست كويتشن. السؤال رقم 13 الشير وير. في فرق بين الشير وير والفري وير. الشير وير ده بيكون بيديك فرصه انك تجرب البرنامج وبعدها بتدفع فلوس، اما الفري وير دي بيكون مجانا على طول. يبقى الاجابه الصحيحه بالنسبه للشير وير السوفت وير هو يبقى الشير وير دي عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج يو كان انستولز انت تستطيع ان تركبه ايه فري وبعدين ايه المده قليله شورت تراير بيريود. يبقى الاجابه الصحيحه بي. يبقى الشير وير اللي هي فور فري فور اشور تراير فاليو. يبقى سيف انسر ثم نيكست كويشن. السؤال نتاكد برضه احنا مش صح فعلا جاوبنا لحد السؤال رقم 13. طب الفري وير عباره عن ايه؟ الفري وير عباره عن فري اوف تشارج يعني عباره عن حاجه مجانيه. يبقى ده الفري وير اللي هو فري اوف تشارج. سيف انسر ثم نيكست كويشن. السؤال رقم 15 ذا يوز اوف ان اوثرايزد كوبيز. عملية النسخ غير المرخصة للسوفت وير إذ تسمى إيه؟ عملية غير شرعية أو غير قانونية. إليجال يبقى عملية غير. يبقى الإجابة الصحيحة رقم إيه؟ سيف أنسر ثم نيكست كويتشن. السؤال رقم 16 التاب درايف اللي هو مشغل الشرائط إز يوزد فور يستخدم في عمل نسخ من البيانات الموجودة على الهارد. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي هي رقم إيه؟ اللي هي الباكينج أب داتا هيلد أون كمبيوتر ذا هارد ديسك. سيف أنسر ثم نيكست كويتشن. سؤال رقم 17 ان اوتوميتيد تيلر ماشين اللي هي الاي تي ام اللي هو جهاز الصراف الالي. جهاز الصراف الالي عباره عن ايه يا جماعه؟ ده بيستخدم فيه عمليه النقديه والفلوس. يبقى عباره عن كاش ديسبنسنج تيرمينال كونكتد تو ذا بانك وخاص بالبنك. يبقى الاجابه الصحيحه رقم ايه؟ سيف انسر نيكست كويتشن. السؤال رقم 18 سمول بزنس اوفن اللي هي منظمات الاعمال الصغيره اوفن يوز كمبيوتر سيستم تستخدم انظمه كمبيوتر تو ران ذا كامبني لتشغيل الشركات. تيبيكالي صور وسط لايكلي بي. طيب ايه المناسب بالنسبه لها؟ ايه نوع الكمبيوتر المناسب بالنسبه لها؟ يبقى المناسب بالنسبه لها طالما شركات صغيره اللي هي الابيرسونال كمبيوتر اللي هي دي سيف ثم نيكست كويتشن. سؤال رقم 19 يوجوالي عاده اونلي وان يوزر يعني في العاده يستخدم واحد فقط
اكسس وان يستطيع الوصول الى جهاز في اي وقت. يبقى الكلام ده امتى؟ لما يكون جهاز شخصي برضه بيرسونال كمبيوتر اللي هي رقم ايه سيف انسر نيكست كويشن. السؤال العشرين والاخير هو اكس ذا فيلون كود دي كونسيدر تيبيكال يوزر. عايزين نعرف دلوقتي مين من هذه الاشياء او هذه الاختيارات يكون ملائم لعمل المين فريم كمبيوتر لجهاز الكمبيوتر اللي هو المين فريم. لما تبص البنك ولا المدرسة ولا عياد الدكتور ولا منظمة أحمال هلاحظ إن البنك هو المهم جدا بالنسبة لي يكون عنده مين فريم. ثم أضغط على سيف أنسر ثم نيكست كويتشر. أتأكد إن أنا قمت بإجابة على جميع الأسئلة ثم بعد ذلك أضغط على فينيش إكزام. أر يو شور؟ يس. وأنتظر زي ما إحنا متعودين مع بعض دائما وأبدا إن إحنا بنحصل على الدرجة النهائية أدلور مارك الدرجة اللي حصلت عليها 100%. درجة النجاح كانت 60%. كونجرتيليشن. سعدت بكم أنا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، وأتمنى أن أكون ساهمت ولو بجزء بسيط في حل بعض المشاكل بالنسبة لهذا الامتحان. يا ريت دائما أبدا تتابعونا على قناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/طارق النجار، أو مدونة قناة طارق النجار التعليمية mrtarqnagar1@blogspot.com، أو منتدى تكنوز طارق www.forums.tknuz.com/form.phd. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.